شاب صغير من قرية فارسكور في محافظة دمياط، اتربى في أسرة بسيطة جداً. والده كان بيشتغل مقرئ في الموالد والأفراح والأعياد، وفي أوقات فراغه بيعزف على آلة العود. كان ابنه اللي عمره 9 سنين بيراقبه، وبيشعر باستمتاع لما بيشوف صوابع والده وهو بيحركها على أوتار العود. ولما كان والده بيخرج من الغرفة ويسيب العود، كان بيدخل متسلل وبيمسك العود وبيقلده، رياض السنباطي. اسمه الحقيقي رياض محمد الصنباطي، اتولد يوم 30 نوفمبر سنة 1906 في مدينة فارسكور في محافظة دمياط. حب رياض الصنباطي التلحين بشكل جنوني، وكان بيحب العود لدرجة انه بقى يكره انه يروح المدرسة. دخل رياض الصنباطي في مجال الغناء ولحن عدد كبير من الاغاني، بعدها سافر للقاهرة وحاول يوصل للتلحين والشهرة. قدم اغنية امتى نعود لك يا نبي، وبعدها اتفتحت له ابواب التلحين في الاذاعة والتلفزيون. قدم رياض الصنباطي أكتر من 1000 أغنية لنجوم كبار في الوطن العربي، وبلغ عدد مؤلفاته 534 عمل، وكمان قدم للسينما فيلم واحد سنة 1952. لحن الصنباطي لأكبر النجوم في الوطن العربي، منهم وردة وفايزة أحمد وميادة الحناوي ونجاة، لكن الست أم كلثوم هي المحطة المهمة في حياته، واللي قدم معاها حوالي 100 أغنية. كان بيقول عنها: لا يوجد صوت يعادلها، فهي قيمة لن تتقرر. ومن بين الأغاني اللي قدمها معها: الأطلال، وأراق عصية الدمع، ولسه فاكر، ورباعيات الخيام. رحل الملحن الكبير صاحب الأوتار الموسيقية عن عالمنا يوم 10 سبتمبر سنة 1981، وكان عمره وقتها 74 سنة. رحل وساب وراه موسوعة كبيرة من المؤلفات الموسيقية من أروع ما تحتويه مكتبة الموسيقى العربية.